في العشرينات انتقل حضيري أبو عزيز من أرياف مدينة الشطرة إلى الناصرية ليسكن مع خاله حسين المحمد، وكانت مدينة الناصرية بالنسبة لحضيري انفتاحا أوسع في آفاق الفن، لأنه هناك التقى بالشعراء الشعبيين، التقى بالأدباء، التقى بالمطربين. كل هذه الأمور صقلت موهبة حضيري وقدمت له المزيد لتطوير قابلياته الفنية في مجال الغناء. استمع إليه الشاعر والمطرب الملا جادر، أعجب بصوته، قدم له من الدعم، أقصد الدعم الفني، الشيء الكثير، فقد وجد في هذا الشاب الريفي اليافع ما يستحق الرعاية الفنية. بالنسبة لحضيري كان ملا جادر علم من أعلام الأغنية الريفية، كان مجرد حضور حفلة لملا جادر أمنية، اتحققت هذه الأمنية. استمع إلى الملا جادر وأخذ يشارك الغناء ووصل إلى مرحلة التنافس مع أستاذه. جمهور الناصرية جمهور ذواق للطرب الريفي، لذلك احتضن حضيري بالتشجيع وبالإعجاب، فذاع صيت حضيري أبو عزيز وأصبح أحد مطربي الناصرية المعروفين. بعد أن كان حضيري يعمل مع خاله في دكانه للخياطة، تم تعيينه من قبل المسؤولين في المحافظة، تم تعيينه في سلك الشرطة كشرطي خياط تقييما من المسؤولين لهذا الفنان ولإيجاد مصدر عيش ثابت له. لكن شهرته كمطرب من الدرجة الأولى دعته أن يفكر بتوسيع هذه الشهرة من خلال تسجيل الإسطوانات. يا يما صار هواي والاتحاد لنا جابت